اكو رواية البعض يتعجبون منها في باب الحاج. مضمون الرواية، المضمون التقريبي، قال للإمام صلوات الله عليه أو للنبي صلى الله عليه وآله: أنا فاتن الحج، أنفق في سبيل الله بمقدار نفقة الحج يكفي؟ فقال له: وهل في إنفاقك الوقوف بعرفات؟ قال: لا. حتى إذا واحد أنفق في سبيل الله هذا مهم، ولكن الإنفاق ما في الوقوف بعرفات. هل في إنفاقك الوقوف بالمشعر في ذلك الليل وتلك الأجواء الموجودة في المشعر؟ قال: لا. هل في إنفاقك الطواف حول بيت الله؟ هذه الحالة اللي واحد يشعر بها وهو يطوف حول بيت الله في وسط الألوف من الناس، في الإنفاق موجودة؟ لا. فإذا في الواقع هذه المشاعر وهذه الأحاسيس وهذا التغيير الباطني لا يوجد، والإنسان في وطنه، هذا يحتاج إلى جو آخر، وهذا الجو يوجد في هذه المواقف.